السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في الفيديو الجديد ده. هوريكم مع بعض طريقة عمل ورقة شجر لوحدها كده، ممكن تبقى مجسمة، لأن كنت نزلت فيديو على جروب في الفيسبوك كان فيه طريقة عمل ورد أوراق شجر كده حتى بفروع، وبتتركب بعد كده على البلوزة أو البلوفر. فهنشوف، أدي أهي ورقة شجر عملتها، هي سهلة خالص، هنشوفها مع بعض بتتعمل ازاي. وممكن نبتدي من هنا الفرع بعمل كأنه زي الايكورد. انا طريقة الايكورد نزلتها في القناة، نعمل ايكورد كأنه فرع كده، وبعدين نكمل نعمل ورقة الشجر. بس هنا في الفيديو هعمل لكم ورقة الشجر بس اهي، هنشوف مع بعض بتتعمل ازاي خطوة بخطوة. هنبتدي مع بعض يا جماعة نشوف ازاي هنبدأ عمل ورقة الشجر. هنبتدي نحط غرز كده على الإبرة، هنحط 3 غرز بس على الإبرة، بس حط 3 غرز بس على الإبرة. شوف، ثلاث غرز بس، وابتدي هشتغلهم. مرة كده بالغرزة المقلوبة، 3 غرز بالغرزة المقلوبة. اه ده اول سطر كده. ابتدي بعد كده اعمل زيادة من حوالين الغرزة اللي في النص. ازاي؟ طرق العمل زيادة في الغرز طرق كتيرة. هنشتغل اول غرزة ونيجي، ممكن نعمل لفة خيط وتبقى أجور حوالين الغرزة اللي في النص قبلها وبعدها، وممكن في المرة دي هنعملها بأن نطلع من تحت الغرزة الوسطانية كده وحطها هنا واشتغلها. اهي بعد اشتغل غرزة في النص، وبعدين بعدها اطلع غرزة واعمل زيادة غرزة برضو، طلع غرزة من جنب الغرزة الأخيرة. بس مش هشتغلها زي ما اشتغلت دي، مش هشتغلها كده، هشتغلها بحيث تروح الجنب الشمال شوية باتجاهها، هشتغلها من اللفة الخلفية اهي، وبعدين اشتغل الغرزة الأخيرة. دلوقتي الغرز زادت ايه؟ زودنا حوالين الغرزة اللي في النص غرزتين، بعد يعني كانوا 3 بنعدهم 1 2 3 4 5. هاجي في السطر اللي في الظهر الشغل اللي جاي مش هعمل زيادات، هشتغلهم بالغرزة المقلوبة ال5 غرز. اهو هشتغل ال5 غرز بالغرزة المقلوبة. خلاص اجي في وش الشغل بقى عندي 5 غرز، هبتدي ازود برضو حوالين الغرزة اللي في النص، ازود غرزتين عشان يبقوا 7. اخد اول غرزة اشتغلها، ممكن اخدها من غير شغل اهي، واشتغل الغرزة التانية، واجي عند الغرزة اللي في النص اطلع من تحتها اللفة اللي تحتها، احطها على الابرة واشتغلها غرزة عدلة. بعدين اشتغل نفس الغرزة واجي بعدها اطلع من تحت الغرزة اللي بعدها، مش عارفة شايفين ولا، اكبر شوية، باخد من تحتها الجزء ده احطه، بس مش هشتغلها كده، هشتغلها من اللفة الخلفية بتاعتها. انا ممكن ايه، ممكن كمان اروح احطها بالطريقة دي كده واشتغلها كده اهي، واشتغل الغرزة نفسها والغرزة الأخيرة. نعد نشوف عدد الغرز بقوا كام، كانوا كانوا 5، هنعدهم بقوا 7 2 4 6 7. أشتغل ال7 غرز بالغرزة المقلوبة، يبقى هفضل كده أزود لغاية الحجم اللي أنا عايزاه للورقة. في كل مرة أزود غرزتين حوالين الغرزة الوسطانية.
خلاص خد اول غرزة اشتغل وهزود برضو غرزتين بنفس الطريقة في النص. دي واحد اتنين تلاتة، وادي تلاتة على الطرف التاني، وادي الغرزة الوسطانية اطلع من تحتها واشتغلها، اشتغل نفس الغرزة اطلع من اللي بعدها واشتغلها، بدل ما اشتغلها كده اشتغلها من اللفة الخلفية بتاعتها بس اظبطها كده اهو اهي، واشتغل واشتغل التلات غرز اللي بعد كده. شايفين بعمل زيادة ازاي في النص؟ شايفين اهي بدأت تكبر اهي، الغرز بتزيد، اشتغل الغرزة المقلوبة زي ما انتوا شايفين معايا كده، الغرز بتزيد في السطر العدل، والسطر المقلوب بشتغله على طول بالغرزة المقلوبة، يبقى سطر بزود وسطر ما بزودش، السطر المقلوب ظهر الشغل ما بزودش. شايفين هي بدأت تزيد ازاي اهو، بس حافظ على اتجاه الغرزة اللي بطلعها، اللي على اليمين بشتغلها تميل يمين، واللي على الشمال بحاول اخليها تميل شمال عشان تبان معانا منتظمة وشكلها حلو. هرجع تاني نفس الطريقة لغاية ما يكبر حجم الغرز، يزيد لحسب ما انا عايزة حجم الورقة قد ايه. بعد ما احصل زيادة هيعمل تقليل بعد كده للغرز، اشتغل اربعة الغرزة اللي في النص لانهم تسعة دلوقتي، هطلع من تحتها زي ما قلنا غرزة واشتغلها كده اللفة الأمامية، وبعدين أشتغل نفس الغرزة، وبعدين أطلع من الغرزة اللي بعدها، مش هشتغلها كده، أحطها بالطريقة دي وأشتغل كده وأشتغل نفس الغرزة وأكمل بالغرزة العدلة. هكرر ده شوية لغاية ما تعرض اكتر من كده وارجع لكم. انا رجعت بعد ما عدد الغرز بقى انا دنيتني ازود من النص زي ما انتوا شفتوا بنفس الطريقة. دلوقتي عدد الغرز نعدهم كده مع بعض، احنا ابتدينا كانوا تلاتة وبقوا خمسة وسبعة تسعة 11 وهكذا، غرز فردية اتنين اربعة ستة تمانية عشرة 12 14، دلوقتي وصلوا 15 غرزة. ممكن تكبروا زي ما انتوا عايزين حجم الورقة. نبتدي بعد كده نعمل تنقيس. هنعمل تنقيس منين؟ من الاطراف عشان تلم كده وتدينا شكل الورقة زي اللي كنت شغلها دي، يعني بدنا نزود كده وبعد كده نيجي نضم كده من الاطراف، ننقص من على كل جنب عشان تدينا شكل الورقة. فهنعمل ايه؟ هنبتدي ناخد غرزتين معا في الطرف اليمين وغرزتين معا في الطرف الشمال، بس اللي على اليمين ناخدهم يمين وشمال، ولا على الشمال يمين ويمين. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد دول يمين وشمال، يبقى ناخدهم من اللفة الخلفية. نعمل ايه؟ نعمل سلت سلت وبعدين نشتغلهم مع بعض كده بالطريقة دي اهو. ودي عملنا اتنين مع بعض، بعدين نكمل نشتغل الغرز اللي عندنا كلها، وعند اخر اتنين هناخدهم اتنين مع بعض من اللفة الامامية بقى، هيبقى الاتنين اللي هناك اللي في الطرف الشمال ناخدهم معا اتنين عدل معا من اللفة الامامية اهو. جينا اخر اتنين ناخدهم من الناحية دي كده، شايفين الغرز هتقل كل دور اتنين، واحدة من الطرف ده واحدة من الطرف، يعني اتنين بقى واحدة وهنا اتنين بقى واحدة. والسطر اللي بعده نشتغله عادي مقلوب برضو، مرة برضو ننقص ومرة مش هننقص في السطر الخلفي، نشتغله عادي. نرجع لغاية ما تبقى نضم الغرز ويبقى غرزة واحدة في الطرف الورقة. الطريقة سهلة يا جماعة مش صعبة. اشتغلنا
نيجي تاني سطر في التنقيص. على فكرة ممكن طريقة الورقة تعملوها هنا زي ما قلتلكم بزيادة بعمل لفات، فيعمل لنا اجور شكل ورقة، يبقى هنا في النص في اجور كده. هنا نرجع تاني سلت سلت، نشتغلهم اتنين مع بعض عشان يبقوا من اللفة الأمامية بالطريقة دي، ونكمل همشي بالطريقة دي تنقيس من على الطرف اليمين والطرف الشمال اهو. اخر اتنين اخدهم بقى اتنين عدل كده من ناحية، هكمل اشتغل ده سطر مقلوب وهكذا. شايفين انا شغالة في التنقيس يا جماعة. انا ممكن من ناحية اليمين اوريكم طريقة تانية للتنقيس، ان انتوا تاخدوها اول واحدة من غير شغل كده، وبعدين تاخدوا اللي بعدها تشتغلوها، وبعدين تقلبوا الاولى على التانية اهي حلوة برضو. ونمشي الغرز اهي عمالة تقل معانا، وبعدين اخر اتنين بالذات الناحية اليمين عشان تميل كده، دول بقى ناخدهم كده اهو اهي، دول مفهومش مشكلة شكلهم حلو مايلين كده، يبقى ممكن الناحية اللي هي اليمين تقفلوها بالطريقة دي. وشفت العدد الغرز، الغرز قلت معايا ازاي، بقت اتنين اربعة ستة بقوا سبعة. هم بشتغل السطر اللي هو المقلوب بالغرزة المقلوبة، وبكمل لغاية ما يتبقى غرزة واحدة في الاخر. هنقفل كده زي ما وريتكم بنفس الطريقة، مش عايزة يعني امشي بقى سطر بسطر عشان الفيديو طويل كده اهو. اجي هنا اشتغلها او بعدين التانية، بعدين اقلب الاولى على التانية، دي طريقة زي ما قلت لكم برضو، واكمل واقفل اخر اتنين. الغرز الغرز هي قلت خالص شايفين اهي، بكمل لغاية ما اوريكم اخر غرز. وصلت اهو لما بقوا تلات غرز خلاص، بقوا بقى غرزتين، بقفل بقى كمان اهي، يبقى قفلت التلات غرز في غرزة واحدة. شايفين ان ورقة الشجر بقى شكلها عامل ايه يا جماعة. بعد كده بقطع الخيط ده خلاص، وبتبقى شكلها كده معايا ده الشكل اهو. ابتدينا نكبر اللي احنا عايزينه، بصوا شكلها عامل ازاي اهي، دي ورقة الشجر. وهنا ممكن نبتدي اي كورد، طريقة الاي كورد موجودة في القناة او شريط كده. بعد كده بنركبها على البلوزة او البلوفر اللي بنشتغلها ونثبتها، هتبقى بارزة مجسمة وبارزة ورقة شجر على البلوفر او البلوزة اللي بنشتغلها مجسمة بالطريقة دي. يا رب تكون فهمتوا الطريقة معايا وسهلة بالنسبة لكم. اي سؤال انا مستعدة الاجابة عليه سيبوه في التعليقات. مع السلامة، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.